السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أسرار العالم الروحاني، كيف حالكم أحبابي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. يسعد الله أوقاتكم حبيب قلبي بكل خير إن شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة أسرار العالم الروحاني لمواليد برج الثور. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لايكاتكم حبايب قلبي، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وفضلا انزل فيها التعليقات. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مواليد برج الثور، شايف الأمور عندكم راح تتغير، شايف في تغيرات قادمة تدق بابك، شايف في بدايات عاطفية وأمور جديدة وتخلص من علاقات سامة وطاقات سلبية، راح تخرج منها وتخلص من هاي الطاقات السلبية بإذن الله تعالى. شايف برضو في خروج ناس من حياتك، هي تقبل التغير وخد خطوة جادة، خد خطوة بتفكير صحيح وتوكل على الله. شايف لديك هنا أخبار جميلة تتعلق بعمل جديد، في عمل جديد أو في وظيفة أو في ربح، لأن شايف ديلك ربح منها مقدم على وظيفة أو ترقية في العمل، لأن أنا شايف تتعلق بموضوع الربح. وشايف هنا اختبار ممكن هتمر بهاي الاختبار، شايف عندك اختبار هتمر بيه وبتكون كده بإذن الله تعالى، وهتعدي منه على خير إن شاء الله. رح تعدي من هاي الاختبار التي هتمر بيه ورح تعدي منه على خير بقدرة الله تعالى. شايف هنا برضو في شخص مش من بردك مفتقدك الأيام دي، شايف هاي الشخص مش من بردك، الشخص ده مفتقدك هاي الأيام. وشايف هنا برضو انقباض قلبك برج الثور دليل على انه بيفكر فيك، ان تفكيرك وانقباض قلبك دليل على ان هذا الشخص بيفكر فيك. شايف برضو هنا في اختلاف ليك، شايف ليك اختلاف او في رأي العقل، يعني بسبب عندك توتر، بسبب تأثير من حولك. شايف هنا عندك ضغوطات، أرى إنك هنا مستمع لمن حولك هذا الفترة، مستمع لمن حولك كتير هذا الفترة. شايف عندك سوء تفاهم مع الشريك بسبب سحر، شايف في سحر مأثر عليكم، حاصل مشاكل أو نفور أو حصل انفصال، إن شايف تدخل طرف ثالث وأخذ منك الشريك، أو هاي الشخص أنت تعرفه الطرف الثالث كان صديق ليك وأخذ منك الشريك، فشايف حصل ما بينكم سوء تفاؤل أو حصل انفصال ما بينكم بهذا الشخص الذي تدخل في حياتكم بسبب هذا السحر. واسيب لكم اللينك في صندوق الوصف لعلاج السحر تحت الفيديو، كلمة المزيد دوس عليها هتلاقي نفسك في منزل الفيديوهات، والرقم قدامكم اللي عايز يتواصل معنا الواتس للعلاج بإذن الله تعالى. شايف هنا برضو في شخص هو اللي سبب معاناتك، يعني ممكن نقول هو الشخص ده غدر بيك، سابك في طريق صعب، سابك لوحدك او سابك في طريق صعب بتمر بيه، مع انك قدمت كل الخير ليه وانت مديت ايدك ليه واخرجته من المعاناه ووقفت معاه وقدمت له كل الخير، لكن تركك في طريق الصعب مريت به لوحدك، ولكن انت منتصر باذن الله تعالى، وهتخرج من هذا معاناتك كلها ومن الطاقات السلبيه بقدره الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف برضه هنا في زواج للبعض منكم، شايف في زواج للبعض منكم، وشايف هنا منكم في البعض الاخر دخل او هيدخل في قصه حب جديده. شايف لان شايف في قصه حب جديده، في شخص بيتقرب منك وانت تشعر او انت تعلم، او ما بينك وما بينه تواصل على السوشيال ميديا. شايف هنا برضو في تعب او مرض لشخص اعتدى عليك، شايف في شخص اعتدى عليك عنده تعب مريض، شايف دعائك او حسبنك او لانك تحسبنت عليه او دعيت عليه اصابته هذا الدعاء او هذا عنده، لاننا ارى في شخص اعتدى عليك بكلام او افترى عليك او قال عليك كلام او هكذا، شايف عنده تعب هذا الشخص.
شايف برضو هنا للبعض، هنا هتلاقي شخص او لقاء بتوأم ارواح، راح تلاقي الشخص الصح، لان انا شايف في مكالمة راح تسعدك، ومن وراها هيكون في لقاء ما بينك وما بين شخص هتكون فيه سعادة وقمة السعادة. احذر من الرجوع الماضي، كما قلنا مش كل الناس اللي بتحب ليك الخير، احذر من الرجوع للماضي ولا تتمسك بالأحبال الدائبة. في قرار هنا، قرار جريء، وهتتصدم برد فعلك، لأن أنا شايف هنا برضو شخص ندمان عليك. وللبعض هنا في فرحة في بيتك، في مناسبة أو حضور عيلة، لأن أنا شايف في فرحة في أرض بيتك أو في منزلك، فيها فرحة إن شاء الله، تكون خطوبة أو زواج أو مولود أو حمل إن شاء الله، أو حمل بإذن الله تعالى. في قلب بيتك، لأن أنا شايف كلكم ملمومين، وشايف في فرحة وشايفك سعيد. في منافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتك، بيتمنوا خراب بيتك، عملوا ليك السحر هو الذي سبب معاناتك، لأن أنا أرى منكم بيعاني من السحر كثيرا، والسحر تملق فيه، لأن أنا شايف أرى في المعدة تعب والعمود الفقري، وشايف أحلام متكررة بالحيوانات، فيران، تعابين، أسودة، هي أحلام كثيرة تدل ومؤكدة أن عندك السحر. عمل لك التعطيل وهو اللي عمل لك الانفصال من هي السحر. شايف برضو هنا واحتفظ لأسرار بيتك، احتفظ لأسرارك ولا تحكي لأسرارك لكل الأشخاص، خلي سرك معك. شايف برضو هنا في هدية، نقول هدية تكون ذهب أو هدية ليك، أو أنت بتعطي حد هدية. وللبعض هنا منكم برضو في موعد غرامي خلال أيام بسبب المكالمة اللي كنا عليها، في مكالمة راح تأتيك هي هتكون سبب في سعادتك، هتكون في موعد غرامي إن شاء الله. شايف هنا برضو شخص جديد مشاعره اتجاهك غريبة، وهذا مشاعره غريبة تجاهك، في حب أو عشق غريب لا ينتهي، وشايف للبعض في زواج قريب إن شاء الله. شايف عندك تجاهل هنا، التجاهلك تجاهل بيكشف نوايا الحبيب أو بيكشف نوايا الأشخاص اللي حواليك، لما تعمل تجاهل أو تعطيهم تجاهل لا تتكلم معهم بتكشف نواياهم. شايف عندك كشفت نوايا الحبيب أو كشفت نوايا أشخاص حواليك. شايف هنا المنفصلين في فرحة من شخص ذو منصب، أو في فرحة قريبة ليك إن شاء الله، ليكم فرحة قريبة بإذن الله تعالى، إنكم عانيتوا كثير، قدمتوا الخير للحبيب السابق وغدر بكم وترككم بالطرف الثالث الذي أخذه منكم بسبب السحر. شايف هنا اقبلوا هذا، لأن هذا تعويض ومن الله ليكم إن شاء الله، هيكون هذا الشريك هيكون فيه فرحة ليكم كويسة. شايف هنا برضه في شريك كان ما بينكم وبينه تواصل، الشريك دي شايفه حائر بأمر، يعني شايفه محتار قلقان، أو حابب يردع، أو شايفه قلقان، لأن أنا شايفه حائر بأمر علاقتكم، وخايف تحصل ما بينكم زواج أو يحصل ما بينكم ارتباط أو تقرب. وللمنفصلين أو المبتعدين في زواج للمرة الثانية، وشخص شايف شخص ندمان او بيتألم عليكم. شايف هنا انت في اوراق بتخلصها، او في اوراق وفي محاكم عليك حكم، او في حكم، او في اوراق بتخلصها، او ورث، او اشياء بتخلصها في المحاكم، لان شايف في اوراق حكوميه تخصك بتخلص فيها، راح تخلص على خير باذن الله تعالى. وشايف برضو منكم هنا مقدم على نقله، او مستني ينقل من مكان لمكان، بتدمع مبلغ من المال، او مستني تشوف مكان مناسب ليك لانك حابب تنقل من هي المكان اللي انت فيه. شايف ليك نقلة قريبة، شراء منزل او شراء ارض، لانك شايف بتختم اوراق او بتمضي اوراق في شراء منزل او مسكن ان شاء الله. صلي على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. لايكاتكم حبايب قلبي، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من اسرار العالم الروحاني، وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، و
أخواتنا في الله، أكسروا من طرأ سورة الأعراف بنية قضاء الحاجة. وكنت بتعاني من السحر أو من المس أو من التعطيل أو من أي أشياء حتى جلب الحبيب، سايب لكم برضو في صندوق الوصف استرداع الحبيب أو جلب الحبيب، وكل الطرق مجربة بفضل الله تعالى. وهسيب لكم تحت الفيديو كلمة المزيد، دوس عليها تلاقي الفيديوهات سايبها ليكم، وداخل القناة منزلها من قبل. واللي حابب يتواصل معنا يتواصل مع المديرة، الرقم قدامكم على قدامكم، يتواصل واتس وإن شاء الله هرد عليه بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة إسرار العالم.